كما أصبحت القشور نفسها مادة خام لإنتاج العديد من المنتجات بأحد المصانع. أنا إيهاب أسامة، CEO أو مدير تنفيذي لشركة شيتوزان إيجيبت. شيتوزان إيجيبت هي شركة متخصصة في تصنيع مادة الشيتوزان أو الكايتوزان للقشر الجمبري. دي مادة طبيعية لها أكثر من 240 أبليكيشن أو تطبيق أو استخدام في قطاعات كتيرة جدا زي الطبي، صيدلي، تنقية مية، زراعة. الخطوات بكل بساطة، القشر لما بنستلمه بنبدأ نشتغل عليه، بنعمل أول مرحلة إزالة المعادن، بعدها بيخش على مرحلة تدويب قشرة البروتين، وآخر مرحلة هي نزع مجموعات الأسيتايل من الكايتين أو من قشر الجمبري. أول مراحل تصنيع وهي في التانك الكبير على حمض مخفف، بيقعد فيه 3 أيام. تدخل على المرحلة الثانية وهي مرحلة تدويب قشرة البروتين، بتقعد فيها يوم أو يومين. وآخر مرحلة بتاعة فصل مجموعات الأسيتايل بتقعد فيها من يومين لثلاث أيام. بيخرج منه بيبدأ يخش على مرحلة التجفيف، يبقى كده يخرج منه كيتوزان جاهز للاستخدام. زي ما قلت، احنا الحاجة الوحيدة دلوقتي اللي شغالين فيها منتجات نهائية هي السوق الزراعي. في أسواق شغالين فيها توريد كمواد خام، بنورد الكيتوزان كخام للشركات تبدأ انها تستخدمه.